بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد بن عبد الله النبي الأمين. أما بعد يا أحباب، مع الدرس 17 والأخير من مادة الدراسات الإسلامية للصف السادس قسم الفقه بعنوان صفة الحج. تبدأ أعمال الحج من اليوم الثامن من ذي الحجة، نحفظ اليوم ده الثامن، وينتهي آخرها في اليوم الثالث عشر. هذا بيانها حسب الأيام. أول شيء أعمال اليوم الثامن من ذي الحجة. هذا اليوم هو أول أيام الحج ويشرع فيه ما يأتي: الإحرام بالحج مع تطبيق مسنونات الحج، وهي مسنونات الحج وهي الاغتسال قبل الإحرام، التطيب، إحرام الرجل في إزارين أبيضين عليين، والمرأة أي ثياب لازم تكون بيضة، الإحرام بعد صلاة فريضة أو نافلة. كل دي مسنونات، ليست يعني أركان ولا واجبات. الإحرام بعد صلاة تكون فريضة أو نافلة. صلاة العشاء والفجر فيها كل صلاة في وقتها مع قصر الصلاة الرباعية فيصليها ركعتين. والصلوات الرباعية هي الظهر، العشاء. هذه أعمال اليوم الثامن. الصلاة الرباعية كلنا عارفينها طبعا. بعد ذلك نتوجه إلى اليوم التاسع من ذي الحجة اللي هو يوم عرفة، التوجه بعد طلوع الشمس إلى عرفة، صلاة الظهر والعصر قصرا وجمع تقديم، بيصليهم جمع في وقت تقديم يعني في وقت الظهر، قصر يعني ركعتين 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 في وقت الظهر. هذه هي الأشياء السنة الموجودة. والتفرغ بعد الصلاة، بعد صلاة الظهر والعصر، للذكر والدعاء والتلبية، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، مع استقبال القبلة ورفع اليدين. دي سنن إلى غروب الشمس، رفع اليدين واستقبال القبلة دي من سنن الدعاء. التوجه بعد غروب الشمس، أما كنا لازم اللي واقف بالنهار يقف إلى غروب الشمس وإلا فعليه ذبح دم يعني. التوجه بعد غروب الشمس إلى مزدلفة مع التلبية، يلبي كما كنا ويصلي فيها المغرب ثلاثا والعشاء ركعتين، لأنها يكسر الصلاة الرباعية بس الثلاثية لا نكسره. ثم المبيت فيها حتى يطلع الفجر، يروح إيه؟ مزدلفة بعد عرفة المزدلفة. ذلك اليوم العاشر اللي هو يوم العيد، يوم النحر. أعمال اليوم العاشر من ذي الحجة يوم العيد: صلاة الفجر في مزدلفة اللي هو كان نايم فيه، ثم التفرغ للذكر والدعاء حتى يسفر جدا، يعني إيه؟ يعني الجو بدأ كده يبدأ الشمس تطلع كده وأصفار. التوجه قبل طلوع الشمس إلى منى، قبل طلوع الشمس بقى يتوجه إلى منى، دي السنة. الذهاب إلى جمرة العقبة عند الوصول إلى منى،
الذهاب إلى جمرة العقبة عند الوصول إلى منى ورميها بسبع حصيات متعاقبات واحدة بعد الأخرى ويكبر الله أكبر. الله أكبر، مش السبعة مرة واحدة، واحدة بواحدة، كل واحدة بينه وبين التانية تكبيرة اسمها جمرة العقبة، اللي هي يوم العيد بس بيرمي سبع حصيات في جمرة العقبة بس، اللي هي اللي أو أول يوم العيد بس، ما يرمي شيء ثاني. ذبح الهدي، والهدي هو ما يذبحه الحاج من بهيمة الأنعام زي الإبل والبقر والغنم تقربا إلى الله، سواء يتقرب إلى الله أو سواء لو كان عمل شيء من الواجبات ويريد أن يكفر الله ذنبه فيذبح، إذا كان أخل بشيء من الواجبات ولم يقم بعملها. هذه هي الجمرات، يعني في حجم الحمصة أو الفولة كده تقريبا، ما تبقاش كبيرة قوي ولا تبقى صغيرة قوي. شفنا بهيمة الأنعام، الأبقار والإبل والأغنام. بعد ذلك يحلق الرجل، بعد ما رمى بقى خلاص، يحلق الرجل رأسه أو يقصره، والحلق أفضل لأن الرسول دعا للمحلقين مرتين وللمقصرين مرتين وللمحلق مرة واحدة. ثم يلبس ثيابه ويتطيب، وأما المرأة فتقصر شعر رأسها. خلاص كده بقى، كده تحلل كده خلاص. النزول إلى مكة والطواف بالبيت طواف الإفاضة، يطوف طواف الإيه؟ الإفاضة، وهو طواف الحج والسعي بين الصفا والمروة. الرجوع إلى منى والمبيت فيها ليلة الحادي عشر. تمرين التعاون، بين الحكمة من مشروعية الهدي. هو تطهير للحاج من أي ذنب قد يكون اكتسبه، وهو رفع درجات الحاج وثوابه، وهو إطعام لفقراء مكة حتى يسعدوا بالحجاج ويفرحوا بقدومهم، وهو تذكرة بالفداء الذي فدى الله به إسماعيل عليه السلام. فنتذكر مناسك الحج. التي كان معظمها بين إسماعيل وإبراهيم عليهما السلام. رمي الجمرات هذه، الشيطان راح لإبراهيم يقول له هتذبح ابنك، فرماه بالجمرات. راح لإسماعيل يقول له انت أبوك هيذبحك، رماه بالجمرات. راح لأمه يقول لها زوجك سيذبح ابنك، فرمته بالجمرات. فهنا رمي الجمرات تذكرنا بهذا. وأيضا لما أسلم وتله للجبين سيدنا إسماعيل خلاص هيذبح، ففديناه بذبح عظيم. الله عز وجل نزل الفداء، كبش من السماء، وهذا الكبش يذبح كل عام ليذكرنا بقصة إسماعيل وإبراهيم وفداء إسماعيل، لأنه لبى نداء والده واستجاب له، وأيضا استجاب إبراهيم عليه السلام لأمر الله وكاد أن يذبح ابنه. كل هذه أشياء حدثت
في عهد إبراهيم وإسماعيل، وهو معظمها ما يقام به في الحج اللي هو رمي الجمرات والذبح وهكذا. عشان ما نطولش، ترتيب أعمال يوم العيد اللي هو يوم النحر. السنة ترتيب أعمال يوم العيد على النحو السابق ذكره، إن قدم بعضها على بعض فيجوز، يعني ممكن يروح يطوف الأول طواف الإفاضة وبعدين يجي يحلق، أو ممكن يحلق وبعدين يعمل طواف الإفاضة. لحديث عبد الله بن عمر بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم ما سئل عن شيء قدم ولا أخر في يوم في هذا اليوم إلا قال افعل ولا حرج، يعني بيسر على الناس. واحد مثلا يقول لك أنا أروح أعمل طواف الإفاضة وأحلق وبعدين أرمي الجمر اللي هي رمي جمرة العقبة الكبرى، واحد يقول لا أنا هرمي العقبة الأول وأحلق وبعدين أروح أطوف، وبالتالي يقول لك انا هرمي واطوف وبعدين احلق، كلها اللي تحبه. اعمال يوم الحادي عشر من ذي الحجه، رمي الجمرات الثلاث الاولى ثم الوسطى ثم العقبه، الاولى ثم الوسطى ثم العقبه، خلاص، وكل واحده بسبع حصيات متعاقبه والتكبير مع كل حصاه. ويبدأ الرمي بعد زوال الشمس، يعني وقت دخول صلاة الظهر. ومن السنة الوقوف للدعاء بعد الجمرة الأولى وتدعي بينهم وبين بعض، وترمي الوسطى وتدعي بينها وبين جمرة العقبة، يعني تقف بعد ما ترمي وانت رايح للجمرة الثانية تقف وتدعي، ويكون وجهك ناحية الكعبة، وبعدين خلصت الجمرة الوسطى وانت رايح للجمرة العقبة تقف وتدعي، ويكون وجهك ناحية الكعبة. كل ما ترمي حجر طوبة جمرة تكبر الله أكبر، تتذكر إبراهيم وإسماعيل وهما يرميان إبليس. المبيت في ليلة الثاني عشر، نبيت فين؟ في منى، نبيت في منى، تمام، نبيت في منى. أعمال اليوم الثاني عشر ذي الحجة، رمي الجمرات الثلاث كما في اليوم الحادي عشر، نخرج من منى قبل غروب الشمس لمن أراد التعجل، أو المبيت فيها لمن أراد التأخر. يبقى اليوم الحادي عشر والثاني عشر هم زي يوم الحادي عشر، اللي هم نرمي الثلاث جمرات الأولى الوسطى الكبرى، وبعد كده لو أنت عاوز تتعجل تخرج قبل غروب الشمس، ولو أنت هتبات تبات في منى، وتقعد بقى لليوم الثالث عشر. هذا اليوم خاص بمن تأخر، ربنا سبحانه وتعالى عليه، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه. فمن تأخر يعني ليقعد ليوم الثالث عشر لا إثم عليه. ورمي الجمرات الثلاث كما سبق في اليومين السابقين. وآخر الأعمال طواف الوداع عند الخروج من مكة، آخر شيء تعمله ان انت تودع الحرم وتخرج من من مكة، فليكن اخر اعمالك الطواف بالبيت. بعد كده ندخل بقى على الاسئلة او منافع الحج. يلا نشوف كده منافع الحج. الحج حكم عظيمة واهداف كريمة تجمع بين خيري الدنيا والاخرة. قال تعالى: ليشهدوا منافع لهم بالتعاون مع مجموعتك. اذكر شيء من منافع الحج الدينية والدنيوية: مغفرة الذنوب، التعارف والتآلف، التجارة. في ناس بتتاجر الحج بعد تجيبه بعد ما تخلص، والناس يكسبوا. إطعام فقراء مكة لمنفعة لهم، التجارة دي لتجار مكة بيستفيدوا لما بيبيعوا البضائع، تمام. هنا البحث في شؤون بلاد وحلها، ممكن يجتمعوا مع بعض ويشوفوا لو عندهم مشاكل كيف يتم حلها.
الحجاج بتوع مصر يقابلوا حجاج المغرب، يقابلوا ويشوفوا ازاي ممكن يحلوا بعض المشكلات بينهم وبين بعض. الإحسان إلى الحاج، الحجاج هم ضيوف الله، ضيوف الله تعالى، فينبغي على كل مسلم التسابق إلى خدمتهم وتقديم العون لهم والتخلق بالأخلاق الحسنة تجاههم. بالتعاون اذكر بعض ما يمكن أن تقدمه لخدمة حجاج بيت الله والإحسان إليهم. المياه الباردة، العصائر، البان، الفواكه، عدد، كبار سن، وإرشادهم. اختر الإجابة الصحيحة. تبدأ أعمال الحج من اليوم الثامن من ذي الحجة، الثامن إيه؟ هنا بيقول إيه، في يوم العيد يرمي الحاج جمرة العقبة، جمرة العقبة يرمي الحاج الجمرات الثلاث بعد الزوال، بعد الزوال. ضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة. من الأعمال يوم عرفة المبيت بمزدلفة، بعد ما بتخلص تروح تبات في نفس اليوم. آخر أعمال الحج طواف الإفاضة خطأ، طواف الوداع. من أراد التعجل يجب عليه الخروج من منى قبل غروب شمس اليوم الثاني عشر صح، يخرج من منى قبل يوم الاثناشر. لخص أعمال الحج في خريطة أو رسم شجري. طيب أنا مجهزها لكم وهعطيها لكم في الآخر، جاهزة هوريها لكم بعد شوية. بين رأيك في التصرفات التالية: الجلوس في طرقات المشاعر، أقول هذا خطأ ويؤذي الحجاج ويعوق طريقهم، يعوق طريقهم. مزاحمة الحجاج لتكبير الحجر الأسود خطأ، لأنه يضايق الطائفين ويؤذيهم، وقد يصيبهم الضرر. يعني ممكن تلاقي واحد جاي يروح خبطك بكوعه، دفعك وانا ضربتك، يعني حاجات ناس بتعملها كده، يعني سلوكيات فظيعة. رمي المخلفات في طرقات المشاعر خطأ وغير حضاري ويسيء سمعة المسلمين أمام العالم، العالم اللي بتصور وبيشوفوا يقولوا المسلمين دول ما مش نضاف، وكمان بيضر الإيه؟ ويؤذي الحجاج، تمام؟ ويؤذي
الحجاج، الروائح والكازورات المنتشرة، ويجيب الذباب وحاجات مش حلوة كده. إرشاد التائه من الحجاج. شيء ممتاز، ونأخذ عليه الأجر والثواب. بذل الطعام والشراب للحجاج شيء رائع، ونثاب عليه أجر عظيم، لأن الأعمال في شهر ذي الحجة مضاعفة. خدمة الرفقة من الحجاج شيء جميل، ويحبنا الله ويرضى عنا، لأنك تخدم ضيوف الرحمن فيحبك الرحمن. إذا خدمت ضيوفه فهو يحبك ويرضى عنك ويثيبك على ذلك ثوابا عظيما. بعد كده بقى هنا عندي معلومات إسرائيلية، دي خلينا بقى نروح للمفيد اللي هو عندي إيه ده، مناسك الحج. خلي بالك معايا، انا همشي معاك واحدة واحدة. اول حاجة الخروج من البيت بنية الحج، ثاني شيء الاحرام من الميقات، ممكن تعملهم كده يعني ترتبهم، طواف القدوم لما تروح مكة، السعي بعد الطواف بين الصفا والمروة، المبيت في منى ده يوم 8، ده يوم 8، ها يوم 8، التوجه إلى عرفات يوم عرفة اللي هو يوم 9، يوم إيه 9، المبيت في مزدلفة في نفس اليوم اللي هو يوم عرفة، التوجه إلى لمنى جمرة، لرمي جمرة العقب الإيه العقبة اللي هي الرمية، الأول يوم العيد توجه إلى منى، بعد ما خلصت تروح بقى تذبح الهدي، وبعدين تحلق وتقصر، المرأة تحلق بس، طواف الإفاضة، وكده نكون خلصنا الإيه الحج. باقي بس لو أنت رمي الجمرات، بعد طواف الإفاضة رمي الجمرات وطواف الوداع. رمي الجمرات بقى زي ما احنا عرفنا يوم 11 و12، تبدأ من الأولى ثم الوسطى وبينهم وبين بعض تدعي، وبعدين تروح للعقبة الكبرى، الجمرة الكبرى، وإيه وتقف بينها وبين الوسطى وتدعي، ويكون وجهك ناحية الكعبة، وآخر حاجة طواف الإيه الوداع، فليكن آخر أمرك البيت الوداع. وهكذا نكون قد ودعناكم في مادة الدراسات الإسلامية، وهذا هو الدرس الأخير، ولا تنسونا من اللايك والدعاء والاشتراك في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.